وفي خبر آخر، وبهدف رسم أول خريطة شعبية لمواصلات آمنة ومنظمة في العاصمة عمان، أطلق القائمون على حملة معا نصل مبادرة جديدة تحت شعار خطوطنا. تفاصيل أوفى عن هذه الحملة في تقرير أيمن الحمود. أطلقت حملة معا نصل الحملة الوطنية المطالبة بنقل عام آمن ومنظم أول خريطة شعبية للمواصلات العامة في عمان. تم جمعها وتصميمها بجهد تطوعي بالكامل من المستخدم إلى المستخدم، وتهدف إلى مساعدة سكان العاصمة وزوارها على التنقل بين مناطقها المختلفة باستخدام المواصلات العامة. الخرائط هي شغلة أساسية، وهي اللي بتكسر الحاجز بين المواطن أو الزائر ونظام النقل العام. عندنا هلأ إحنا ما عندنا أي معلومات، فالشخص اللي بيستعمل النقل العام بيستعمله بشكل اعتيادي، بيستعمل نفس الخطوط كل يوم. إذا بده يعمل رحلة خارج هاي الرحلات الاعتيادية ما بيعرف يستعمل أي خط، وبيستعمل التاكسي عادة حسب دراسة أجريناها مؤخرا. وهذه هي الخريطة الأولى من نوعها في الأردن التي تبين معظم المسارات، وتتيح لمستخدمي النقل العام معرفة نقاط الانطلاق والنهاية لكل مسار، وتسهل لهم تحديد الخيارات والمسارات المتاحة للتنقل بين منطقتين متباعدتين. اليوم نزلنا على أرض الواقع، وهذا اللي كل الناس أكدته، إنه لو عنا هاي الخريطة منصير إحنا نخطط رحلتنا قبل ما نطلع وندور على مواصلات عامة ناخدها عشان نوصل لمحل معين. غير الأردنيين كمان أو غير المقيمين بيقدروا يستعملوها، لأنه هم جداد، هم زائرين. وجاءت فكرة الخريطة الشعبية لمواصلات عمان خطوطنا بسبب التحديات الجمة التي تواجه مستخدمون للنقل العام بسبب عدم توفر خريطة توضح مسارات للمواصلات العامة. اليوم بعمان عندنا 350 باص، يعني اللي بيعادل بس 1.4 باص لكل 10,000 مواطن. وتهدف حملة معا نصل إلى أن تشكل أداة تأثير مجتمعية لجعل المواصلات العامة أولوية وطنية، وزيادة الوعي بين أصحاب القرار والمواطنين بأهمية المواصلات العامة، والتحفيز على استخدامها والمحافظة عليها لتوفير نقل عام آمن ومنظم. أيمن الحمود، رؤية.